ميل المنحنى طبعا ذكرنا أمس ميل المستقيم وأمتى نطلع الميل المستقيم وكيف نطلع أيضا ميل المنحنى. تذكر دائما عزيزي الطالب أن ميل المماس لما يذكر في المسألة يقولك أن المماس يوازي محور السينات، هذا يعني أن الميل يساوي صفر. ولما يذكر في المسألة أن المماس يوازي أو يقطع يقطع محور السينات، يعني أن النقطة ص تساوي صفر. هناخد الآن معادلة المماس، كانت عبارة عن ص ناقص ص واحد تساوي ميم س ناقص س واحد. أما معادلة العمودي هي عبارة عن ص ناقص ص واحد تساوي سالب واحد على ميم هو الميل في س ناقص س واحد. هنطرق الآن إلى بعض المسائل. أول مسألة، أوجد معادلة المماس والعمودي للمنحنى ص يساوي 4 س تربيع زائد 2 س ناقص 1 عند النقطة كانت س تساوي النص. طبعا أمس خدينا إن لابد في فكرة عمل أعطتها لك إنك أنت لابد تطلع لي أو تكون عندك نقطة، تمام. رقم 2 إنك أنت تفاضل، رقم 3 حضرتك إنك أنت تطلع الميل، رقم 4 كتابة المعادلة المطلوبة وجعلها صفرية، هذا صحيح. ناخذ أول نقطة، هل عندي نقطة كاملة أعطيها لي؟ لا، أعطيني فقط السين ولم يعطى عندي الصاد. لإيجاد قيمة صاد يجب عليك التعويض بقيمة سين في المنحنى اللي أعطيه لي. نعوض كالتالي، إذن الحل صاد يساوي 4 في النص تربيع زائد 2 في النص، عوضنا بقيمة سين في المنحنى يعني في الدالة الأساسية ناقص الواحد. طبعا هذا ماذا يمشي؟ يعطيني 1 زائد 2، 1 يعطي 2، 2 ناقص 1 تعطيني الواحد. إذا تحصلنا على قيمة صاد قيمتها 1 وكانت عندي سين هي عبارة عن النص، تحصلنا على 1 والنص، هذه القيمة. إذا تحصلنا على النقطة. المرحلة اللي بعدها إنك أنت تطلع لي التفاضل. نفاضل المنحنى أو المعادلة الأساسية. صاد تفاضل الصاد، طبعا هذه كانت النقطة الأولى، هذه الجزئية الثانية. تفاضل الصاد، صاد شرطة يساوي الأس في الأساس وننقص من الأس واحد، زائد تفاضل 2 س 2، تفاضل ماينس 1 يعطيني صفر. طلعنا التفاضل، ننتقل إلى الجزئية اللي بعدها، إيجاد الميل. الميل هو عبارة عن التفاضل، اتفقنا عليه من أمس إن الميل هو التفاضل، هذا هو التفاضل، يقصد فيه أنه عبارة عن دال صاد على دال سين. 8 نعوض بقيمة سين اللي هي كانت النص، زدنا عليها 2، هذه ما هتعطيني 4، 4 زائد 2 إذا الميل تحصلنا عليه 6. أوجدنا الميل. النقطة الرابعة تقول كتابة المعادلة وجعلها معادلة صفرية. كان مطلوب عندي جزئين، معادلة المماس ومعادلة العمود. نكتب أول حاجة معادلة المماس. معادلة المماس هي عبارة عن صاد ناقص صاد واحد تساوي ميم سين ناقص سين واحد. صاد ناقص صاد واحد حصلنا عليها كانت واحد، يساوي الميل، حصلنا على الميل كان ستة. هذا سين ناقص سين واحد اللي هي المعطى عندي كانت عبارة عن نص، طبعا سين واحد وصاد واحد هي النقطة التي تقع عليها المماس. وين تلقى مع المماس؟ المنحنى مع المماس، والمماس اتفقنا عليه انه هو عبارة عن مستقيم يمس المنحنى في نقطة
هي عبارة عن سين واحد وصاد واحد. نضرب هذا عبارة عن حد في مقدار توزع. إذا صاد ناقص واحد يساوي ستة، سين ناقص أضرب ستة في النص يعطيني ثلاثة. جعلها معادلة صفرية، والصحيح الأصح أن تكون سين عندي دائما بالموجب. تنقل كل الأطراف الموجب الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر وجعلها معادلة صفرية. ستة سين ناقص الصاد زايد الواحد ناقص ثلاثة. ستة سين ناقص الصاد نطرح من بعض يعطيني سالب اثنين، وهذه هي كانت معادلة المماس. ننتقل إلى معادلة العمود. طالب مني هذه معادلة المماس طلعناها، وطالب مني أيضا معادلة العمود. معادلة العمود أو العمودي هي عبارة عن صاد ناقص صاد واحد تساوي الميل فقط. هي نفس المعادلة، هي نفس المعادلة، ولكن الميل بدل ما نعوض بميل المماس نعوض بميل العمودي يلي هو كان سالب واحد على ميم سين ناقص سين واحد، ونعوض بالقيم اللي عندي موجودة. صاد ناقص صاد واحد عبارة عن واحد، سالب واحد على ستة، الميل كان ستة. طبعا في بعض من الطلبة يقول لي علاش حطيت السالب ما حطيتيش فوق ولا عند الميم؟ لا، نقول له عادي سيان للكسر ككل. سين ناقص سين واحد كانت النص، ونوزع خاصية التوزيع لأن هذا حد في مقدار، نوزع الحد داخل المقدار. إذا صاد ناقص واحد يساوي سالب سين على ستة موجب، لأن السالب في السالب موجب، واحد على 12. الآن الخطوة الأخيرة يقول لك جعل المعادلة معادلة صفرية. يجب عليك توحيد المقامات قبل ما أنك أنت تجعلها معادلة صفرية. أفضل طريقة أني نضرب البسط ككل في أكبر قيمة مقدار المقام. يتم الضرب ككل في البسط 12 في الصال ناقص 12 في الواحد ناقص أضرب في البسط على 6 زائد 12 في الواحد. تمام، الآن أصبح عندي 12 الصاد ناقص 12 يساوي اختصر عادي اختصار عادي، هيعطيني سالب 2 سين زائد الواحد. جعل المعادلة معادلة صفرية، معناها نحول الآن السين أنا هي بإشارة سالبة إلى الطرف الآخر بإشارة موجبة، هتعطيني طبعا السالب لما حولناه تحول إلى موجب 2 سين ناقص الواحد ويساوي الصفر. نجمع الحدود اللي هي الأعداد المنفصلة مع بعض، 12 الصاد زائد 2 سين ناقص 13 تساوي الصفر. هذه هي عبارة عن معادلة. المعادلة هي التي تحتوي على المجاهيل سين أو صاد أو كلاهما. إذا هذه هي عبارة عن معادلة العمود اللي كان طالبها، وهذه كانت عبارة عن معادلة المماس. هناخد مسألة أخرى. مثال آخر، المنحنى صاد يساوي سين تربيع ناقص 3 سين زائد 3. أعطيني هذا منحنى وأعطيني ميله الذي ميله كان سالب واحد. أوجد إحداثيات نقطة تقع
عليه، على هذا المنحنى. في بعض طلبة الآن ما يعرفش يميز هل هذه معادلة منحنى أو معادلة مستقيم. معادلة مستقيم هي التي تكون من الدرجة الأولى، من الدرجة الأولى. مثال لما نقول لك هذا صاد يساوي سين زائد 4، لقينا سين درجتها الأولى، هذا مستقيم. أما لما نلقى إن السين مرفوعة لدرجة سين تربيع أو سين تكعيب أو ما ذلك، معناها هذه منحنيات وليست خط مستقيم، خطوط مستقيمة. المطلوب مني في المسألة أوجد إحداثيات نقطة تقع على هذا المنحنى، تمام؟ نأخذ الآن بمعلومية الميل، وعرفنا إن الميل هو عبارة عن التفاضل. إذن الحل هذه كان عندي هذا المنحنى صاد يساوي سين تربيع ناقص 3 سين زائد 3. انفاضل الصاد، صاد شرطة تساوي 2 سين ناقص 3. إذن صاد شرطة من معلومات السابقة أن هي عبارة عن الميل، صاد شرطة هي الميل. إذن ميم هي عبارة عن صاد شرطة تساوي 2 سين ناقص 3، والميل عندي معطى، نعوض بقيمة الميل لإيجاد قيمة سين، لإيجاد قيمة سين تساوي 2 سين ناقص 3. نرفع طبعا العدد سالب 3 إلى الطرف الآخر لإيجاد قيمة سين. 3 ناقص 1 يعطيني 2 سين، 2 تساوي 2 سين. إذا من خلالها تحصلنا على قيمة سين تساوي الواحد. بعد ما تحصلنا على قيمة سين تساوي الواحد، بإمكاني تحصل على صاد عن طريق تعويض سين في المعادلة الأساسية. تذكر دائما لإيجاد صاد إنك حضرتك تعوض في المعادلة الأساسية. إذا صاد تساوي سين تربيع ناقص 3 سين زائد 3، 1 لكل تربيع ناقص 3 مضروبة في الواحد هتعطيني هذا 1 ناقص 3 زائد 3 تعطيني سالب 2 زائد 3. والنقطة كانت عبارة عن اللي كان يفتش عليها أو نبحث عليها هي عبارة عن السين كانت 1 والصاد كانت الواحد، وهو المطلوب إيجاده أو إثباته. ننتقل لنوع آخر من المسائل. إذا كان صاد تساوي 4 سين زائد 1 على سين، فأوجد النقطة على المنحنى، نقطة على المنحنى بحيث المماس، قال إن المماس يوازي محور السينات. أوجد النقطة على المنحنى حيث المماس يوازي محور السينات. الحل طبعا أعطيتك من الأول، قلت لك يا طالب تذكر دائما إذا ذكرت المسألة أو إنك أنت عرفت أن المماس يوازي محور السينات، هذا يعني أن الميل يساوي صفر. أما إذا ذكر أن المماس يوازي محور الصادات فإن الميل ما لا نهاية. أما إذا قطع محور السينات فإن الصاد تساوي الصفر. هذه معلومات أعطيتها لكم وإن شاء الله تستفيدوا منها. هنبدأ الآن في حل المسألة. أعطاني في المسألة حيث المماس يوازي محور السينات، يعني أن التفاضل يلي هو عبارة عن الميل. إذن الميل كان عبارة عن الصفر يلي هو أصلا دال صاد على دال سين، هذا التفاضل. ننتقل إلى الجزئية الأخرى من السبورة.
بمعلومية الميل كانت عندي ميم تساوي الصفر، عندي المعادلة كانت عبارة عن صاد يساوي 4 سين زائد سين. انفاضل تفاضل عادي، انفاضل تفاضل عادي. ناخذ التفاضل عبارة عن تفاضل الصاد، صاد شرطة يساوي 4 زائد، لاحظنا إن هذا خارج قسمة دالتين، خارج قسمة دالتين. المقام ضارب تفاضل البسط كان صفر ناقص البسط، البسط ضارب تفاضل المقام واحد على سين تربيع. خطوة خطوة توصل للحل إن شاء الله. 4 زائد طبعا صفر مضروب في أي شيء معروفة، سالب واحد، سالب مع الموجب تجي شرطين مع بعض يعطيني سالب واحد على سين تربيع. وعلما بأن عطيني إن الميل هو قيمته صفر، من وين تحصلنا على الميل صفر؟ من المعلومة المعطى عندي، كانت يوازي محور السينات، إذا كان صفر. الآن عملية سهلة جدا، حولت هذا إلى الطرف الآخر عادي سيان، يعطيني واحد على سين لكل تربيع. خطوة خطوة لأن في طلبة ما زال ما يعرفوش كيف يطلعوا المجهول. حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، سين تربيع ضارب 4 تساوي الواحد. هناخد الآن سين فقط بروحها تعطيني سين تربيع تساوي واحد على 4 بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، بأخذ الجذر التربيعي للطرفين. دائما الجذر يمشي مع التربيع. تحصلنا على قيمة سين تساوي جذر الربع معروفة النص، إذا عبارة عن نص، ولكن أي قيمة استخرجها من تحت الجذر أعرف إن هي قيمة موجبة وقيمة سالبة، إذا موجب وسالب، إما موجبة وإما سالبة. عندي الآن تحصلنا على قيمة سين مرة تعوض فيها في الدالة الأساسية بالموجب، نص موجب أو ماينس النص. طبعا لإيجاد صاد معروفة أنك أنت تعوض في الدالة الأساسية، كانت صاد تساوي 4 ضارب النص زائد 1 على النص، 1 على نص هذا كسر على كسر تتخلص. 2 بإمكانك، هذه طبعا في طلبة الآن ما يعرفش كيف يحل الكسور، 1 كانت مقسومة على نص، علامة الضرب من فصول الابتدائية كانت تقلب إلى علامة القسمة تقلب إلى ضرب، ويقلب الكسر مقامه بسطة والبسط مقام. لهذا السبب طلعت عندي إن هي عبارة عن 2، 2 زائد 2 هتعطيني 4. أما لما في هذه الحالة لما أنت حضرتك عوضت بالسين كانت موجب نص، إذا النقطة كانت عبارة عن نص والأربعة. أما لما كانت سالب النص بنفس الكيفية طلع لي قيمة الصاد، صاد تساوي 4 ضرب ماينس نص زائد 1 على ماينس النص. تأكد إن ما تجيش إشارتين مع بعض تضربهم في بعضهم، إذن يعطيني سالب 2 سالب 2، هيعطي الجواب سالب 4. إذا النقطة اللي كان يبحث عليها أيضا كانت عندما سين كانت سالب نص، هي عبارة عن سالب نص وسالب 4 وهو المطلوب. إن شاء الله نكون استفدنا من المسائل هذه. ناخذ الآن مسألة أخرى.
إذا كان ص تربيع تساوي 3 س ناقص 2، أوجد معادلة المماس عند النقطة، تمام، التي عند النقطة اللي هي كانت س تساوي 5. س تساوي 5. أول ما نبدأ بعملية فك القوس. حاول إنك تفك لتبسيط المسألة من المقادير. الحل ص تربيع تساوي 3 س ناقص 6. عندي قيمة س معطى وبينت لك إن كيف تطلع ص، نعوضها في المعادلة الأساسية. معادلتي هي هذه اللي فوق، كانت هي عبارة عن منحنيات. نعوض 3 5 ناقص 6 هيعطي 15 ناقص 6 تعطيني 9. الآن إيجاد ص بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، إذا ص كانت عبارة عن موجب أو سالب 3. هذه كانت عبارة عن قيمة ص، إما س مع سالب 3 أو س 5 مع موجب 3. هذه كانت النقطة. الآن مطلوب مني إيجاد معادلة المماس، والفكرة اللي تطرقنا إليها أعطيتك فكرة العمل، نعاودها. أول بند لابد إنك أنت تتحصل على نقطة، ثاني بند إنك أنت تفاضل، ثالث بند إنك أنت تطلع الميل، وأخيرا إنك أنت تطلع لي المعادلة المطلوبة وأجعلها معادلة صفرية. طبعا في بعض من الكتب ما يخليهاش معادلة صفرية، يخليها إن ص هي في طرف والباقي في طرف صحيحة، على حسب المعطى اللي عندي والخيارات اللي هو يعطيها لك. هنا الآن هنبدأ في التفاضل لإيجاد الميل. نفاضل المعادلة، طبعا أنا فكيت القوس أخف من اللي هو إن حد مضروب في المقدار. ص تربيع تساوي 3 س ناقص 6. نفاضلها، التفاضل هذا يسمى تفاضل ضمني. يعتبر 2 ص، فاضلنا ص، كل ما نفاضل ص نضرب معها د ص على د س، وسبق شرحها. د ص على د س تساوي تفاضل 3 س 3. تفاضل عدد ثابت صفر، اذا د ص على د س تساوي 3 على 2 ص. اذا بقسمه الطرفين على معامل، هذا المطلوب طبعا، بقسمه الطرفين على معامل يلي هو التفاضل 2 ص. عندنا ص حصلنا عليها لما كانت موجب 3، خلينا نستخدم حتى موجب 3. اذا عباره عن الميل يساوي، لأن هذا الميل هو التفاضل اتفقنا عليه، فإن 3 على 2 ضرب 3 هيعطيني إن الميل كان النص. أوجد معادلة المماس. معادلة المماس تحصلنا على نقطة، فاضلنا، طلعنا الميل، وأخيرا إنك أنت تكتب المعادلة اللي كان حضرتك طالبها. المعادلة المطلوبة معادلة المماس، المماس هي ص ناقص ص واحد. من هي ص واحد؟ لأن في بعض من الطلبة يقول لي شو معناها ص واحد؟ هي النقطة اللي أمس طبعا شرحناها، كان عبارة عن هذا منحنيات، هذه منحنيات زي مماس، مس المنحنى في نقطة، هذه النقطة عبارة عن سين واحد وصاد واحد، نقطة واحدة، يعني مسة في نقطة واحدة، تمام. يساوي المماس، نعوض به الميل، سين ناقص سين واحد، صاد ناقص، عندنا صاد طلعناها قيمتها 3، يساوي الميل كان النص
السين ناقص سين واحد حصلنا على سين، أو هي معطى أصلاً السين كانت عندي قيمتها الخمسة. صاد ناقص ثلاثة، نوزع هذه خاصية توزيع الحد في المقدار، نص سين ضارب خمسة على اثنين. بإمكانك الآن توحد المقام، أو إنه هو كان موحد بإمكانك تجعلها معادلة صفرية، أو مرات يكتبها إن صاد في طرف تساوي، حول هذا بإشارة مخالفة تعتبر حتى هي صحيحة، موجب ثلاثة تعتبر صحيحة، وفي الأخير توحد المقام. أعطيتك كيف توحيد المقام، إنك تضرب كلها في أكبر مقام اللي هو اثنين، تمام؟ لو ضربنا هذا كلها نفس الطريقة هيطلع نفس الجواب. ناخذ مسألة أخرى. المسألة تقول أوجد ميل ومعادلة المماس. هذه مسألة مباشرة للآتي، أعطيني منحنى عبارة عن صاد يساوي 3 سين تربيع زائد 5 سين زائد 2، عندما كانت سين تساوي سالب واحد. طلب مني معادلة المماس، عرفنا هي فكرة العمل، هذه خطوات فكرة العمل اللي تمشي عليها في حل معادلة المماس أو العمودي، فكرة العمل. أول حاجة عندي نقطة، لابد إنك تطلع النقطة هي تحتوي على سين وصاد. النقطة عادة هي عبارة عن سين واحد وصاد واحد. السين معلومة، نعوضها في معادلة المنحنى يلي هي لإيجاد الصاد. صاد يساوي 3 في ماينس الواحد لكل تربيع زائد 5 ماينس الواحد زائد 2، واحد تربيع بالماينس واحد طبعا، 3 ماينس 5 زائد 2 هتعطيني سالب 2، لأن إشارة الأكبر ثم نطرح. إذن أصبحت عندي الصاد قيمتها صفر. تحصلنا على النقطة، هي عبارة عن سين واحد وصاد واحد يلي هي عبارة عن سالب واحد والصفر. الخطوة اللي بعدها نطبق بالخطوات تمشي حلك صح. طلعنا النقطة، أوكي. الآن نبدأ في التفاضل، نفاضل المنحنى. هذا المنحنى كان صاد يساوي 3 سين تربيع 5 سين زائد 2. انفاضل. تفاضل الصاد معروفة، هي دال صاد على دال سين أو صاد شرطة، هي سياد. صاد شرطة عادي أو دال صاد على دال سين، الأس في الأساس نقص منه واحد 6 سين، طرحنا من الأس واحد زائد هذه الخمسة. وعرفنا اتفقنا الآن تحصلنا على التفاضل، الجزئية اللي بعدها إنك تطلع الميل. كيف نطلع الميل؟ الميل نوجده هو عبارة عن التفاضل، 6 سين زائد 5. السين معطى عندي كانت سالب واحد، 6 في سالب واحد يعطي سالب 6 زائد 5، والجواب كان الميل سالب الواحد. تحصلنا على الميل. بعدها كتابة المعادلة المطلوبة وجعلها معادلة صفرية. المعادلة المطلوبة عندي معادلة المماس.
معادلة مماس كانت صاد ناقص صاد واحد تساوي ميم سين ناقص سين واحد. صاد ناقص الصاد واحد كانت عندي صفر يساوي الميل كان عندي سالب واحد. سين ناقص سين واحد كانت عندي عبارة عن سالب الواحد. سالب مع السالب طبعا تتغير الإشارة إلى موجب. نوزع خاصية التوزيع، حد في مقدار صاد تساوي سالب سين سالب الواحد. بإمكاني جعلها معادلة صفرية، نحول الطرف هذا كله لأن سين تحتوي على إشارة سالب وهو الصحيح أن هي تكون موجب. والأصح صاد زايد سين زايد واحد تساوي صفر، وهي معادلة المماس اللي كان حضرتها طالبها. بهذا نكون استوفينا ميل المنحنى وميل المستقيم اللي أمس شرحناه. الآن نعطيك مراجعة على السريع لما سبق دراسته في هذا الباب الخاص بالباب الثالث. خدنا في الباب الثالث كان التفاضل، وعرفنا جميع أصناف التفاضل اللي مرت علينا في ثانية ثانوي وثالثة ثانوي. أول شيء أخذنا حاصل ضرب دالتين، حاصل ضرب دالتين. هندير معاك مراجعة على السريع للطلبة اللي ما حضروش معنا. مراجعة فقط وليست مسائل. كان عندي حاصل ضرب دالتين. طبعا حاصل ضرب دالتين حتى هو اخذته في ثانية ثانوي، ولكن بندير عليه عملية ريفيجن على السريع. كانت عندي حاصل ضرب دالتين هو عبارة عن الأول الدالة الأولى ضارب تفاضل، طبعا نرمزها تا ولا أي شيء بسهولة فقط أو نكتبها حتى بالعامية، تفاضل الثاني زائد الثاني كما هو ضارب تفاضل الأول. هذا كان قانون حاصل ضرب دالتين، واخدين عليه فور اكزامبل. هناخد الآن مش إشكالية، ناخد بسرعة عليه مثال على السريع. كان السين مضروبة في سين تربيع زائد الواحد. هذه نسميها الدالة الأولى وهذه نسميه الثاني، الأول والثاني حاصل ضرب دالتين. الأول هذا الأول تاخذك زي ما هو سين ضرب فاضل الثاني، تفاضل الثاني، تفاضل الثاني سين تربيع تفاضلها 2 سين. وعرفنا الطريقة المعتادة اللي يحبها الطالب الأسي في الأساس، نقص منها واحد. تفاضل الواحد صفر معناها زايد تو الآن الثاني، امشي على القانون طبق بالقانون، الثاني تكتبه زي ما هو كبي بيست ضرب تفاضل الأول. تفاضل السين عرفنا إنها هي قيمتها واحد. تحل المسألة تصفي أمورك فيها، إن سين في 2 سين، 2 سين تربيع زايد سين تربيع زايد الواحد 3 سين تربيع. نجمع الحدود فقط المتشابهة اللي من نفس الدرجة زايد الواحد. هذا كان حاصل ضرب دالتين. الجزئية الثانية خدنا خارج قسمة دالتين، كان قانونها عبارة عن المقام ضرب تفاضل البسط. المقام ضربناه في تفاضل البسط ناقص، وأفتح قوس لتفادي وقوعك في الأخطاء اللي هي في متعددة الحدود، لأن السالب لما الدخلة على الأقواس وضربها يتغير العلامات. البسط ضرب تفاضل المقام على
المقام ميم سميناه تربية من غير تفاضل طبعا. ناخذ عليه حتى هو مثال على السريع. كانت عندي سين تربيع زايد الواحد، هذا بسط وهذا مقام، اللي فوق عادة هو البسط وهذا هو المقام. هناخد الآن نطبق في القانون، المقام تاخده زي ما هو، سواء كانت دالة عادية ولا كانت فيها دالة جذرية ولا كانت إنه حاصل ضرب، تتفاعل معها بنفس القوانين اللي أعطيتها لك. هذا يسمى المقام، المقام زي ما هو ضارب تفاضل البسط، فاضل حضرتك البسط كان 2 س ناقص، يقول لي القانون هتفتح قوس، البسط خذ البسط زي ما هو من غير تفاضل، س تربيع زائد واحد، والارجح انك انت تحطه في قوس لان متعدد الحدود، ضارب تفاضل المقام كان واحد على المقام كان تربيع. س في 2 س، 2 س تربيع ناقص واحد في أي قيمة؟ نفس القيمة، تمام. الآن تخلص لي من القوس، أضرب أو وزع السالب، تتحول إلى سالب س تربيع سالب واحد. بإمكانك الآن تطرح هذا من هذا وتكمل مسألتك. الدرس اللي بعد أخذنا التفاضل الضمني، التفاضل الضمني، وأعطيتكم فكرة العمل أيضا. التفاضل الضمني، الفكرة إنك أنت تفاضل المعادلة عادي كلها زي ما هي، ولكن كل ما تصادفك الصاد فاضلها عادي، ولكن اضرب معها صاد شرطة، واتفقنا صاد شرطة هي عبارة عن دال صاد على دال سين. يعني الفكرة انك انت تفاضل الصاد وتضرب معها دال صاد على دال سين فقط، واخراج دال صاد هي هذا المطلوب في طرف والباقي في طرف اخر. هناخذ مثال، كان عندي سين تربيع زايد صاد تربيع يساوي الباي، تمام. عندي هذا حد وهذا حد وهذا يعتبر حد جواب، نفاضل كلا على حداية، فاضلنا السين تربيع تفاضلها 2 سين زائد فاضل الصاد حتى هي تفاضلها عادي، ولكن فاضلت الصاد هي فاضلناها عادي، نضرب معها دال صاد على دال سين تساوي تفاضل الباي. الباي قيمة عددية، والقيمة العددية اللي هي الثابت يعتبر عدد ثابت صفر. الآن إيجاد دال صاد على دال سين هو هذا التفاضل المطلوب. لقيت إشارته يحمل إشارة موجبة، خليه زي ما هو في طرف، وباقي الحدود اللي هي من غير دال صاد على دال سين أرفعها في الجهة الثانية في طرف آخر. إذا 2 صاد في دال صاد على دال سين تساوي سالب 2 سين، أرفعنا هذه كانت إشارتها موجب، حولتها إلى الطرف الآخر بالسالب. الآن إيجاد مطلوب مني فقط دال صاد على دال سين من غير أي معامل معه، إذا بالقسمة الطرفين على معامل التفاضل. طبعا هذا ما هذا اقتصرناه، واحد الصحيح مش صفر، واحد واحد في أي قيمة هي نفسها عبارة عن صاد شرطة يساوي، طبعا اختصرنا 2 مع 2، أصبح الجواب سالب سين على صاد صحيحة. بعض الطلبة يقول لك لا سالب للسين، يقول لا هي تعتبر للكسر ككل، للكسر ككل صحيحة، اكتبها بالصورة هذه صحيحة، اكتبها بالصورة هذه صحيحة. اللي بعد التفاضل الضمني يلي هو كان الميل، وهنعطيك ملخص سريعا اللي شرحنا امس واليوم.
طبعا في فرق ما بين ميل منحنى وميل مستقيم. ميل المستقيم معروف ناخده علي في فكرة إن لما يطلب مني ميل مستقيم عرفت إن المستقيم هذا يجب أن تكون صاد في طرف منفصلة منفصلة صاد منفصلة بروحها من غير أي عدد في طرف وباقي الحدود في طرف آخر، وأن معادلة المستقيم دائما تكون من الدرجة الأولى، كانت عبارة عن ميم سين زائد جيم. هذا يعتبر في الوضعية هذه هو الميل، هو ميل المستقيم. إذن الميل هو معامل سين. الميل يعتبر معامل سين. وعرفنا إن الميل لكل المستقيمات المتوازية متساوي. إن المستقيم الأول سميته لام يوازي، هذه معلومات هامة تفيدك في حل المسائل. أن المعلومة الأولى المستقيم الأول إذا ذكر أنه يوازي مستقيم آخر فأعرف إن لهما نفس الميل، يعني ميم واحد يساوي ميم اثنين، هذه معلومة. المعلومة الأخرى اللي أعطتها لك أن إيجاد ميل مستقيم يمر بنقطتين، ميل مستقيم يمر بنقطتين عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات. هذه كانت بالنسبة إلى ميل مستقيم، وتم دراسة في سنة أولى ثانوي. دراستي اللي كانت ميل المنحنى عزيزي الطالب أعرف إنه هو عبارة عن التفاضل. طلع لي الميل هو التفاضل، تمام. عندي معلومات يسندها في مسألة نستغلها من المعلومات اللي أعطتها لك، مثال أو في ملاحظات مهمة لابد إنك أنت تفهمها. لما يقول لك إن المماس يوازي محور السينات، يعني أن الميل يساوي صفر، هذه خاصية. ولما يقول لي إن المماس كان يوازي محور الصادات، يعني أن الميل يساوي ما لا نهاية. ولما يذكر في مسألتي يقول لي أن المماس يقطع، ما طلبش مني ولا قال لي إنه يوازي، قال لي يقطع محور السينات، يعني أن صاد اللي خاصة بالنقطة تساوي صفر. ولما يقول لي يقطع محور الصادات خذتوها أيضا، كانت سين هي التي تساوي صفر. هذه معلومات حضرتك لابد تعرفها. واخدينا أيضا في ميل المنحنى أن عندي معادلتين أساسيات، هي معادلة مقررة عليك، معادلة المماس تساوي هي عبارة ناقص صاد واحد تساوي ميم، عوضنا بالميل سين ناقص سين واحد. أما معادلة العمودي هي عبارة عن صاد ناقص صاد واحد، هنعوض مش بميل المماس، نعوض بالميل العمودي، وشرحت أمس ميل العمودي كيف شكله، واحد على ميل بي السالب سين ناقص سين واحد. هذا كان عبارة عن معادلة العمودي، وهذه كانت عبارة عن معادلة المماس. طبعا كلاهما يخضع لفكرة عمل الوحدة، يلي هي انك انت اول حاجة لابد انك انت توجد لي نقطة سين واحد وصاد واحد. احيانا يعطى عندي في المسألة النقطة ويطلب منك الميل عادي، يطلب منك مرات المعادلة هذه والهذه عادي. النقطة لابد توجدها. اثنين، انك انت تفاضل المعادلة هي معادلة المنحنى.
وطبعا معادلة المنحنى، شو الفرق بينها وبين المستقيم؟ دائما المنحنيات عمرها ما تكون من الدرجة الأولى، دائما من الدرجة الثانية الثالثة، تكون تبادلية تقابلية وغيرها. تمام، إذا ناخذ بعدها التفاضل 3، نطلع الميل 4، كتابة المعادلة وجعلها صفرية. هذه الصحيح أنك أنت تجعلها معادلة صفرية. هذه كانت خطوات فكرة العمل لمن لإيجاد معادلة المماس ولإيجاد معادلة العمود. وبهذا نكون احنا كملنا الباب الثالث، إن شاء الله تكونوا استفدتوا بعون الله. تحياتي معكم الأستاذة سوسن، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا بإذن الله. بصراحة ضجت، ما حاجة قدرت نفس ما شاء الله. إن شاء الله يا رب.